فترة من الفترات كده، والله أنا بقول حقيقة مش بجامل، بس يعني أيام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رحمه الله، أنا شايفة أن الفترة دي كان فيها استقرار، ما كانش فيها ثورات، ما كانش فيها أوبئة، كان فيها مشاكل، ولكن كان فيها مشاكل عادية، ما كانش فيها وقفات كده بيقف عندها التاريخ. رئيس عبد الفتاح السيسي يعني حظه جه معانا كده، وطبعا انا باشيد بروحه الوطنيه وبحبه البلد، وان احنا اللي نزلنا وقلنا له ترشح للرئاسه، وان احنا اللي كنا عايزينه ولنزال عايزينه، وحاسين ان هو ده الراجل المناسب في المكان المناسب. الحقيقه ان فتره حكمه شافت تحديات كتير، مش بس من الناحيه السياسيه، الناحيه الصحيه، الناحيه الانسانيه، الناحيه الاقتصاديه. البلد تقريبا قد تكون يعني مهتزه جدا جدا اقتصاديا، والحمد لله في ظل كان في دول كتير عربيه كانت بتنهار، وربنا يا رب يعينهم ويقويهم، احنا الحمد لله كنا بنبني ومكملين. ومغابش عنه حاجه مهمه جدا، الاهتمام بالطبقات الفقيره والطبقات الكادحه، واهتم بيهم وبكل فئات الشعب، وخصوصا كمان بالفلاحين، اهتم بيهم بشكل كبير ومختلف. في مبادرات كتير لازم نتكلم عنها، وفي انجازات كتير برضو لازم نلقي الضوء عليها، لان الحقيقه الواحد لازم يشيد بالحاجه الايجابيه اللي حصلت في بلده. وحضراتكم شايفين قد ايه فعلا احنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل رئيس عبد الفتاح السيسي، وبفضل حكومتنا وجيشنا وشرطتنا، احنا في حته تانية غير كتير قوي من الدول العربية. تعالوا نتكلم بتفصيل، يعني تفصيل التفصيل في النقط الدقيقة دي، ونشوف ازاي فعلا الرؤية السيسيولوجية للرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بالطبقات الفقيرة، مع ضيفي اللي منور النهاردة دكتور يحيى هاشم، أستاذ علم الاجتماع. دكتور يحيى أهلا بيك. أهلا وسهلا، نورتين. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. دكتور انا بس بحييك ان انت داخل الاستوديو محافظ على التعليمات طبعا، وكنت لابس الكمامة، انا بشكرك وببقى ممتنة لكل الضيوف ولكل الناس. يعني انا لو علي وانا ماشي في الشارع كده، والله يا دكتور انزل اقول للناس واسلم عليهم واديهم وردة، قد ايه انتوا ملتزمين، انه الوقت ده فعلا طبعاً مسؤوليتنا كلنا. التزامنا ده حاجة مهمة، يعني هو اللي هيساعدنا ان احنا نعدي الازمة اللي احنا فيها ان شاء الله. صحيح إن شاء الله. تقييم حضرتك انا ليه ابتديت البداية دي في فكرة ان انا قارنت ما بين الفترة اللي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي واي رئيس تاني تولى مسؤولية طبعاً مصر، لانه من اكتر من 100 سنة فاتوا واكتر كمان، مرينا بظروف مش احنا بس، العالم كله بظروف مختلفة اول مرة نعيشها. تمام. فتقييم حضرتك للتوقيت اللي تولى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانا جبت الموضوع من الاول عشان الناس تبقى عارفة ايه اللي حصل في البلد. طبعا لا شك انه الفتره اللي تولى فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي امور البلاد طبعا كانت فتره مهمه وحساسه جدا، فتره اما انها كانت هتحافظ على مصر وتكبرها وتنميها زي ما احنا ماشيين، او ان كانت مصر هتروح طبعا في طريق تاني خالص. صحيح. فالحمد لله رب العالمين، طبعا احنا نحمد ربنا على ما نحن فيه الآن من حياة مستقرة وآمنة، وفيها رؤية للمستقبل، وفيها تخطيط لبكرة، وفيها رؤية سوسيولوجية للرئيس مهتم بالإنسان. وده يمكن كان من بداية تولي الحكم، يمكن احنا ما كناش بنشوف كتير ان رئيس الجمهورية يستقبل في القصر الرئاسي مواطنين عاديين من البسطاء، وكمان يكسر كل البروتوكول وينزل يوصلهم وهم ماشيين لغاية الباب ويركبوا ويمشوا. يعني كل اللقطات الإنسانية اللي عملها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ البداية بتؤكد أن هذا الرجل له رؤية سوسيولوجية إنسانية مهمة جدا في التعامل مع المجتمع، خاصة أنه إحنا عايزين نقول إحنا كمجتمع مصري الغالبية العظمى من 100 مليون هم الناس البسطاء، والناس البسطاء دول هم عصب الحياة في مصر، وهم اللي يعني هتلاقيهم حضرتك في كل مجال وفي كل مكان في مصر. فالاهتمام بعصب الحياة ده حاجة مهمة. يمكن الرئيس أطلق خلال 6 سنوات الماضية العديد من المبادرات الاجتماعية المهمة جدا، اللي هي بترسخ للعدالة الاجتماعية وترسخ للمواطنة وترسخ لحقوق الإنسان المصري أن يعيش حياة كريمة. وده كان مهم لأنه إحنا كان عندنا مشكلات مجتمعية كتير،
الفئات الأولى بالرعاية في مجتمعنا كانت محتاجة المزيد والمزيد من الاهتمام، وبالتالي جاءت هذه المبادرات الرئاسية لتؤكد على أن احنا لا الحمد لله اختيارنا من البداية للرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما حضرتك ذكرتي في المقدمة أن احنا طالبناه بالترشح ونزلنا انتخبناه ودعمناه، ده طبعا بيخلينا احنا نشعر بالسعادة أن اختيارنا كان صح، وأن الطريق اللي احنا مشينا فيه مع بلدنا من البداية كان طريق صح، وأن احنا الحمد لله ماشيين في خطواتنا. طبعا الناس لازم تعرف أنه ما فيش أي بلد في الدنيا بندوس على الزرار البلد دي كل مشاكلها تتحل والبلد دي تبقى طايرة، لا، يعني طبيعة الحال انه اي نجاح بنعمله في بلدنا اي تطور بنعمله في بلدنا يحتاج مننا الى العمل والاخلاص والجهد والوقت. صحيح. فلازم يبقى عندنا الرؤية بالشكل ده، مفيش حاجة بتخلص في يوم وليلة، مفيش مشكلة هتنتهي بمجرد ما ندوس على الزرار، بس هي الفكرة في ان يبقى عندنا الإرادة السياسية المتمثلة في رئاسة الجمهورية وعندنا الشعب الواعي اللي بيدعم هذه الرئاسة عشان يحقق خطط التنمية على الأرض. خلينا عندنا مبادرات كتير الحقيقة من كترهم، أنا مش عارفة الوقت هيكفي ولا لا، بس الواحد سعيد ان احنا بنهتم بالناس بالشكل ده. تعالى دكتور نتكلم على مبادرة حياة كريمة. تمام. ومبادرة تانية اسمها نور الحياة. تمام. فعرف الناس بيها. طبعا مبادرة الرئيس حياة كريمة دي مبادرة في غاية الأهمية في مصر. أنا بعتبرها أيضا نموذج تطبيقي لتمكين الفئات الأولى بالرعاية، ممكن أن الأمم المتحدة تاخده كنموذج من النماذج اللي تطبقه في بلدان أخرى من العالم النامي. مبادرة حياة كريمة هي مبادرة اهتمت بكل القرى الأكثر فقرا في مصر وقسمتها إلى مستويات يعني حسب نسب الفقر، وبدأت بالأكثر فقرا عشان تهتم بأنها تحول هذا المجتمع إلى الحياة الإنسانية الكريمة اللائقة بهذا الإنسان. أنا عايز أقول لحضرتك أن إحنا لما كنا بننزل في الزيارات الميدانية في بعض القرى الأكثر فقرا كنت بلاقي ناس تقول ياه أخيرا حد حس بينا وجالنا عشان يساعدنا ونغير المكان اللي احنا فيه. يا بص حضرتك من امتى واحنا جايين النهاردة نقول كده؟ طبعا الحمد لله ان احنا بدأنا الخطوة دي، ولانه هذه الخطوة عبارة عن انه انت عند حضرتك كرة كثيرة فقيرة محتاجة ترفعي فيها كفاءة الوحدات الصحية، الابنية التعليمية، المنازل، المرافق العامة في هذه القرية، وكمان توفير وإيجاد فرص لبعض المشروعات المتناهيات الصغر والصغيرة عشان تشغل هذه القرية. يمكن كان برضو دي نقطة مهمة، لأنه مشكلة من المشكلات اللي بنعاني منها وهي الإرهاب، يمكن ليه علاقة يعني برضو مع هذا الأمر، أنه انت عارف حضرتك اللي بيستهدف الناس عشان يجندها بيحاول دايما يتوجه الى الاماكن البعيده، الاماكن اللي فيها مشاكل كتير، الاماكن المهمله، عشان يبدا يدخل من المدخل ده انه بلدك بقى ما بتعملكش، سايباك، مش عارف. فالحمد لله ان احنا كان عندنا هذه الرؤيه وبدانا بالفعل العمل في هذه القرى. ويمكن دي برضو كان في حاجه مهمه في هذه المبادره، انه الرئيس ادى فيها نموذج للعمل المجتمعي المشترك، يعني ما بقاش مفيش حد لوحده هو اللي شغال في حياة كريمة، ده الدولة كلها شغالة في حياة كريمة، وكل منظمات المجتمع المدني مجتمعة في هذه القرى، كل منهم بيساعد بالجزء اللي يقدر بيه عشان يقدر يحقق نوع من التنمية في هذا المجال. صحيح. سواء بقى كانت في المسكن، سواء كان في المرافق العامة، سواء كان في الوحدات الصحية أو المدارس التعليمية. هروح يا دكتور ل 100 مليون صحة، واسمح لي أتوقف عند المبادرة دي، لأنه يعني أنا كنت بلتقي بدكاترة كبد كتير جدا وجهاز هضمي، وكنا بنقنه بنشتكي من ارتفاع عدد مصابي فيروس سي. فلما تيجي مبادرة زي دي وإن إحنا ما شاء الله تقل عندنا نسب الإصابة وتزيد عندنا نسب الشفاء ونقضي على قوائم الانتظار ويبقى عندنا كمان علاج مصري، لو حضرتك متابعة في الموضوع ده. تمام. كان عندنا العلاج المصري ضرب كل المقاييس وحقق نجاح كبير. كلمني عن المبادرة دي وتقييم حضرتك ليها ازاي، وقدرنا فعلا ننهض بالقطاع الصحي وبصحة المواطن المصري في وقت قليل جدا. طبعا 100 مليون صحة هي بتؤكد الرسالة اللي الرئيس مؤمن بيها وهي صحة المواطن المصري، لأنه صحة المواطن المصري دي حضرتك هي عصب التنمية والبناء. يعني ما هو المواطن المصري ده لو صحته كويسة
اكيد هيعرف يبني ويعمر وينمي في بلده. صحيح. لو الصحة يعني تعبانة شوية اكيد ده هيعاني من الامراض، وبالتالي مش هيبقى عنصر فاعل في البناء والتنمية. طبعا 100 مليون صحة مبادرة رائعة جدا لاكتشاف فيروس سي وعلاجه، وايضا بعض الامراض الاخرى زي الضغط والسكر. ودي كانت مهمة لانه نعمل زي مسح صحي مجتمعي كده، نقدر نعرف احنا عندنا الامراض دي باعداد قد ايه، بنسب قد ايه، موجودة فين. ويمكن ده النهاردة من يعني سرعة اكتشاف الامراض دي والاهتمام بعلاجها، يمكن يكون النهاردة برضو له اثر في ان احنا في مشكلتنا النهاردة مع كورونا، ان بقى في قاعدة الى حد ما واضحة مع وزارة الصحة من بيانات بعض المرضى، اللي طبعا اللي بدأ يعالج اي مرض كان عنده من الاول اكيد حالته الصحية هتتحسن، فلو لا قدر الله اصيب بتبقى الدنيا مختلفة شوية. صحيح. طبعا مهم، لانه احنا كنا داخلين بلدنا كانت بدأت تصنف في انه فيروس سي بالنسبة لنا حاجة طبعا علامة فيها نوع من الوصمة بالنسبة لنا. يمكن حتى في بلدان كتير كانت بتطلب من اللي سافر من مصر بالذات لازم تحليل فيروس سي. صحيح. طبعا دي حاجة يعني ما هيش حلوة. ولكن النهاردة الحمد لله احنا بنفتخر بان احنا قدرنا الحمد لله نعمل نهضة مجتمعية صحية كبيرة جدا في ان احنا نكتشف المرضى ونساعدهم على العلاج. واتصور انه يعني النسب تكاد تكون اختفت الإصابة بفيروس سي. زائد طبعا انه كان في برضو في مبادرة 100 مليون صحة جزئيات فرعية اخرى، جزء خاص بسرطان الثدي عند المرأة، وجزء خاص بالامراض الاكثر انتشارا عند طلاب المدارس. يمكن كده بصي حضرتك تبصي على شبكة الحماية الصحية الاجتماعية، يعني اكتشفنا الأول المرض الرئيسي، وبعدين الأم أو المرأة أو الإبنة، وبعدين الأبناء في المدرسة، عشان نقدر فعلا نعمل شبكة من الحماية والرعاية الصحية للأسرة المصرية. لأن طبعا صحة المرأة حاجة مهمة جدا، اكتشاف أي أمراض مبكرا حاجة مهمة جدا لعلاجها. ولادنا بقى في المدارس طبعا دي المشكلة اللي تهم الحاضر وتهم المستقبل كله، لأن هم أولادنا اللي في المدرسة النهاردة هم مستقبل مصر بكرة. فاحنا طبعا كل ما نقدر من بدري نعرف اللي عنده أنيميا، اللي عنده ضعف نظر، اللي عنده يعني كل اللي عنده أي مشكلة صحية بسيطة، لما نبدأ مبكرا منذ الطفولة في علاجها وإن نحافظ على صحته ويتحسن في هذا الأمر، أكيد بنحافظ على مستقبل مصر. صحيح. لأن أولادنا دول هم الاستثمار بتاع بكرة، هم اللي جاي، وبالتالي دي رؤية مهمة. يعني يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من يعني إيمانه بالرؤية السوسيولوجية لعلاج المشكلات المجتمعية هو ده اللي بيخلي المبادرة اللي بيطلقها السيد الرئيس أو بيرعاها وبيدفع بيها المجتمع كله لها نوع من عارف حضرتك الرؤية البانورامية العالية بعين الطائر كده من فوق شايفة الدنيا كلها، عشان نقدر نحط خطوات وآليات وأطر نشتغل فيها لحل المشكلة تحقق نتيجة مجتمعية. يعني ما بنشتغلش على حاجة واحدة، بل بنستثمر هذا الأمر في إن إحنا نقدر نحقق أكتر من نتيجة لنجاح الهدف ده. صحيح. ويعني برضو استكمالا لكلام حضرتك يا دكتور، في مبادرات كتير ممكن ما تكونش محل التنفيذ، تكون بس واخدة الشو، في رؤساء كتير بيعملوا كده عشان شعبية، عشان يقولوا ان هم شغالين وغيره، لكن الرئيس فعلا بيطلق مبادرة، بيتابع، بيشوف آلية التنفيذ، الفوائد اللي حصلت من هذه المبادرة. فده شيء مهم جدا ان انا اعمل الخطوة واتابعها اكملها. ويمكن اتفضل خليني اقول لحضرتك على التعليق على جزئيه حضرتك دي، لان تعليق حضرتك ده مهم جدا، وهو انه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المهمه هتلاقي حضرتك انه ما بيعلنش عن اي حاجه هيعملها. لا، هو بيعلن عن اللي اتعمل عشان يعالج مشكله كانت عند المجتمع في الماضي، وهي فقدان الثقه فيما يقال وما ينفذ على الارض. فحب الرئيس انه يدي نموذج تطبيقي للمجتمع على انه اللي بيتقال بيتعمل. طب دي الناس هتصدقها ازاي؟ يبقى لازم اعالج هذا الامر بشكل مختلف. ان هتلاقي حضرتك وسائل الاعلام دايما اليوم الرئيس يفتتح كذا، ما بيقولوش الرئيس هيعمل، لا، هيفتتح اليوم كذا، والناس بتشوف الافتتاح على الشاشه، وبالتالي وعلى الواقع طبعا اللي بيمر في الاماكن اللي فيها هذه المشروعات، وبالتالي ده بيعكس نوع من الثقه
لدى المواطن، بيعكس بيخلي الروح المعنوية للمواطن مرتفعة، بيزيد من ولائه وانتمائه لبلده، بيزيد من رغبته في اني لا ما انا عايز انا كمان ابقى جزء من نجاح بلدي، انا عايز انا كمان اشارك في بناء وتنمية بلدي. ما هي بلدي بتتحرك اهي، وبعدين هي اي بلد في الدنيا بتتحرك بمين؟ ما هو المواطنين بتوعها. يعني يمكن احنا حتى كل النماذج المجتمعية اللي احنا بنبص لها على انه يا دول عايشين حياة حلوة، ايه البلد الجميلة دي، هو ما سألناش نفسنا سؤال تاني، هي البلد دي اتعملت بمين؟ مش بشعبها وبحكومتها وبناسها؟ طب الموضوع بسيط قوي، يعني الموضوع في ايدينا. صحيح. الموضوع مش معجزة ابدا ان احنا نحول بلدنا لاي بلد من البلدان، واحسن كمان اللي احنا شايفينها نموذج ان الحياة فيها يعني مبهرة ورائعة. ما هي مبهرة ورائعة ازاي؟ لانه المواطن اللي في البلد دي عنده حب البلد، عنده ولاء وانتماء، عنده تقدير للامر، ما بيندفعش بسرعه. لازم نتعقل الامور زي ما حضرتك قلتي في المقدمه في البدايه، الدنيا النهارده فيها متغيرات كثيره، الوضع الحالي صعب، يمكن بلدنا برضو بتعاني من مشكلات كثيره، سواء بقى حاجات على الحدود، حاجات سياسيه، حاجات اقتصاديه، حاجات يعني عندنا المشاكل متنوعه. فلازم نبقى احنا كمان عندنا هذا النوع من الوعي والمعرفة والدعم لبلدنا، ونبقى واقفين في ظهرها كده زي الرجالة، انه لا ما احنا عارفين ان الوضع صعب، عارفين ان الرؤية العامة في كل امور بلدنا صعبة. ده غير طبعا موضوع فيروس كورونا اللي موجود في العالم كله، ده رخر مستجد اضافي على المشكلات جديد. طبعا اللي احنا بنعاني منها. يمكن برضو الحكومة بذلت فيه جهد كبير، والمواطن برضو بنحاول يعني دايما. انا بشكرك على ان حضرتك اديتي في بداية الحلقة الملاحظة بتاعت الكمامة والاجراءات الاحترازية. أكيد. لانه مهم جدا ان الاعلام في كل فقرة، يا ريت في كل فقرة دايما يدي الناس كده بوينت، نقطة انه خلي بالك ان الاجراء ده مهم. بالزبط. لانه احنا عايزين نرفع، نزيد من رفع الوعي لدى المواطن عشان يتبع كل الاجراءات السليمة اللي احنا عايزينها، وربنا يحفظ بلدنا ان شاء الله. يا رب امين. والله يا دكتور انا بحاول على قد ما اقدر، لان في ناس برضو بسيطة ما عندهاش فكرة انه ايه اللي بيتم في الميديا، او ان احنا كمذيعين او كضيوف ما ينفعش ان احنا نبقى طالعين بكمامات، ولكن احنا لحد قبل ما يعني ما بندخل على باب الاستوديو، يمكن حتى ضيفي الكريم كان بيحط المايكات وبيركب المايك وهو لابس الماسك والكمامة، وقلع بس الكمامة ساعة الهواء. فده حالنا كلنا، وانا مبسوطة كمان من الاجراءات اللي قامت بيها الحكومة في اجبارية والزام المواطن ب يعني ارتداء الكمامة، وده عشان خاطر صحة وسلامة المواطن. حضرتك قلت نقطة مهمة جدا، احنا برضو واحنا ماشيين لازم نقول ان احنا ماشيين بس في مطبات طبعا، في حفر، في عراقيل، ولكن احنا مكملين. من اكتر الملفات اللي بترهق وبتنهق قوة اي دولة ملف الارهاب طبعا. والرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى العالم في اي مؤتمر او في اي قمة مع اي دولة اوروبية كان دايما بيشيد بمدى خطورة ملف الإرهاب، وأنه بيأثر مش بس على الاقتصاد، على الحالة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في استقرار جميع الملفات. إحنا كان عندنا مشاكل كتير يا دكتور، وتفجيرات وأحداث إرهابية، ولكن إحنا كنا مكملين طبعا. في ظل المبادرات دي كان في عراقيل كتير. أنا ليه بقول ده؟ لأن إحنا مش في أمور عادية ومستقرين، وإحنا بنبدع وبننجز. دايما يقولك لو واحد تعبان مثلا وأنجز مهام وعنده دور برد لا قدر الله، او عنده اي مشكله صحيه وانجز المهام المطلوبه منه، بيبقى الشكر لازم يكون مضاعف، لان انت ما كنتش في حالتك الطبيعيه طبعا، مع فرق التشبيه طبعا اللي بتمر بيه مصر. ملف الارهاب وكورونا وغيره، احنا كان عندنا انا عايز اروح للمبادرات اللي ليها علاقه دكتور بالشق الاقتصادي كمان. بص حضرتك، اتفضل. جزئيه الارهاب برضو يمكن في مبادرات انا شايف ان ليها علاقه بشكل او باخر في تنوير عقل الشباب والمجتمع عشان نحميهم من الإرهاب. لو تسمحي لي نتكلم عنهم، هي المبادرة الرئاسية الخاصة بمؤتمرات الشباب، والمبادرة الرئاسية اللي اسمها مراكب النجاة اللي هي بتكافح الهجرة غير الشرعية. صحيح. الآلية الأولى اللي نفذها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في التخاطب مع الشباب والاستماع إليهم وتقدير رؤاهم وإشراكهم في تنفيذ هذه الرؤى داخل المجتمع، كل دي أمور كان الشباب اللي هو كله طاقة، اللي هو نص الحاضر وكل المستقبل، كان بيفتقدها في أزمنة مضت.
وده يمكن كان من العناصر اللي الأجهزة الأخرى المعادية لينا اللي بتحب تستقطب نوع من الشباب ما هو لازم يخش له في جزئية هو يشعر فيها بالحرمان، جزئية الدولة مش ملياها قوي، جزئية فيها حتة فاضية كده ضلمة لازم يخش منها. صحيح. فالدولة طبعا هنا ممثلة في مبادرة السيد الرئيس، طبعا بنحييه جدا على هذه المبادرة، لأنه فعلا الشباب بدأ يشعر بأنه لا الرئيس يرانا، يشعر بمشاكلنا، بيسمع لنا. انت خلي حضرتك رئيس الجمهورية ده على الشاشات لكل الدنيا يستمع إلى شباب مصر بكل اختلاف أعمارهم، كل شاب بيتكلم ويقول كل الرؤية اللي عنده، كل الطموح اللي عنده، كل المشكلات. ده رسالة مهمة جدا للمسؤولين في الحكومة، إن الرئيس بيقول لهم خلوا بالكم من الشباب واسمعوهم ومكنوهم، وفي نفس الوقت رسالة خارجية للإرهاب إنه أنت لن تستطيع أن تخترق شبابنا، لأن شبابنا إحنا بنوعيهم كويس جدا وبنتعامل معهم كويس جدا وبنوريهم الطرق والآليات اللي هم يقدروا يمشوا بيها وينفذوا أفكارهم. لأنك بتبقى من الأمور الصادمة لدى الشباب، حضرتك عارفة الشباب كله طاقة وكله حماس وكله اندفاع وعايز يعمل وا وا وا، لما طبعا ما بيلاقيش الآلية أو القناة اللي يقدر يطلع منها فكرته وطاقته دي، ده بينعكس بالسلب. وبالتالي لما يلاقي النهاردة أنه من أول رئيس الجمهورية بيسمع فكرته، يقدر يبعت فكرته دي على الإيميل للرئاسة، يقدر يبعتها لأي، يعني الموضوع بقى خد شكل مختلف خالص عما مضى. ده بيعزز من آلية الحوار مع الشباب وفي نفس الوقت يحميهم من الإرهاب. ده حقيقي. المبادرة الأخرى وهي مراكب النجاة اللي أطلقتها الرئاسة ونفذتها وزارة الهجرة، يمكن دي مهمة جدا 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 في قضية كنا بنعاني منها، وهي قضية الهجرة غير الشرعية لولادنا اللي بيضطروا ان هم يرموا نفسهم في البحر ويموتوا من اجل المجهول. انت عارف حضرتك هو مين الفئة اللي بتهاجر؟ الشباب. اخطر فئة عندك في المجتمع اللي حضرتك المفروض هتأسسيهم وتبنيهم عشان يتسلموا الراية ويقودوا الدولة. فتخيلي حضرتك ان عندك اكبر عنصر قوة في المجتمع في شريحة منه كبيرة بتفكر في انها تروح ترمي نفسها في البحر لمجرد المجهول، وهو فعلا بيروح للمجهول. هو مش عارف الناحية التانية فيه ايه خالص، هو بس فاكر انه لما يعدي الناحية التانية هيلاقي الدنيا طبعا كلها بتقوله تفضل والحياة منطلقة. بالعكس، ده الجانب الاخر ده كله مخاطر، خاصة مع الهجرة غير الشرعية. صحيح. فيها حاجات بقى اتجار في البشر، وفيها تجنيد في الارهاب، وفيها حاجات كتير. لان تخيلي حضرتك حد رايح مكان لا بيعرف لغته ولا بيعرف ثقافته ولا معاه اي اوراق تخص اي حاجه، ومطارد بانه هيتحبس او يتسجن ومش لاقي مكان لا ياكل ولا يشرب، فطبعا بيبقى فريسه سهله جدا للجانب. صحيح. الاخر انه يستقطبه وينفذ بيه اللي هو عايزه. يمكن المبادره دي قامت على انه نهتم بالقرى الاكثر تصديرا للهجره غير الشرعيه، بحيث نوفر فيها بقى خدمات ومشروعات وإمكانيات تمكن هذا الشباب من الحياة الكريمة والعمل، وزيادة في نسبة المشروعات الصغيرة والمتناهيات الصغر، علشان يبدأ الشباب ده. ما هو انت خلي بال حضرتك اللي بيهاجر هجرة غير شرعية دي مش مجانا. ده هو إما إنه بيبقى عندهم حتة أرض اللي هي حتة الأرض الوحيدة إيراد مثلا ولا حاجة، بيضطر يبيعوه، وبالتالي بيسيب الأسرة خلاص كده، الإيراد اللي كان عندها راح وهو بيروح في البحر. طب ما هو انت عندك امكانيه، بدل ما هترمي فلوسك في البحر هتساعد نفسك، ونقدر نساعدك وتعمل حاجه. في منهم بيستدين وبيمضي صالات امانه، ونخش في قصه الغارمين والغارمات. وفي منهم بيبيع كل اللي عنده عشان يسفر ابنه، فبنلاقي انه يعني مشكله الهجره غير الشرعيه دي ليها تدمير مزدوج. الاسره اللي موجوده هنا بتتدمر، لانها بتبقى كل موارد الحياه راحت، والابن اللي هو الامل بتاع بكره اللي هو احنا عايزينه يكبر ويشتغل بقى ويشيل معانا على كتافه ويساعدنا، بيروح برضو الى المجهول. وبالتالي فعلا المبادرة الرئاسية لمراكب الحياة، مراكب النجاة، كانت مبادرة مهمة جدا ان احنا نهتم بالقرى الاكثر تصديرا لهذا الامر، علشان نمكن الشباب اللي فيها من اليات كثيرة للحياة الكريمة، عشان نبدأ ندخل نعمل زي إحلال كده في الذهن والعقل للشباب، إنه لا، ما أنت بلدك تقدر تعمل فيها حاجات كتير. صحيح. صحيح ممكن ما تبقاش الأمور
برضو عشان تبقى الناس معانا في الحوار في نفس الارضيه، مفيش حاجه زي ما اتفقنا في الاول ارضيتها وردي، يعني الدنيا كلها مش كلنا بنكافح، كلنا بنتعب، كلنا يعني بنجتهد في اكل العيش. ويمكن كل النماذج الناجحه اللي الناس بتشوفها على الشاشات هي شافت لقطه النجاح بس. عايزين نقول لهم انه خلوا بالكم انه اللقطه اللي انت شايفها على الشاشه فلان او اللقطه الناجحه دي لقطه النجاح. انت ما تعرفش قبل لقطه النجاح دي في كام سنه من العمر كان فيها كفاح ومشقه وعناء ومشكلات و و و الى ان يصل الى هذه اللقطه. فدي حاجه مهمه، لان برضو شبابنا والاجيال الصغيره يمكن من حماسهم وطاقتهم واندفاعهم بيبص للقطه دي، هو عايز اللقطه دي على طول. ما انت خلي بالك بس، ما هي اللقطه دي ما حصلتش ما جاتش من فراغ. اللقطه دي ده انت يمكن لو سالت صاحبها تتخض من عدد السنين الطويله اللي ظل يكافح فيها عشان يوصل للقطه دي. بس احنا بنفتح وبنديهم طرق وافكار، يعني طبعا. لو حضرتك طبعا اكيد تتذكر وكلنا كنا متابعين موضوع وزاره الاستثمار انها كانت عامله مبادره فكرتك شركتك طبعا. انه بندي افكار وبندي تمويل وبدون تعقيدات، فده برضو شق مهم جدا يخليك تقعد في بلدك ويخليك تتنحى تماما عن اي فكر متطرف سواء من الناحيه الارهابيه او الهجره او غيره. طبعا. انا عايزه برضو اتكلم مع حضرتك على نقطه مهمه جدا، انه من الوعي، والحقيقه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ما فيش حاجه حتى لو بسيطه ممكن يكون الناس شايفاها انها بسيطه، ولكن لا، هو لو حضرتك تتذكر في احدى خطاباته كان بيتكلم عن ارتفاع نسبه الطلاق في مصر ولم يغفلها، وقعد يتكلم ويقول الاسباب ايه ونقول ندوات ونتكلم. وغير كده كمان انه اتكلم على موضوع تفعيل الخطاب الديني عشان الناس تقفل كل الابواب اللي من خلالها ممكن الارهابي الغاشم يستقطب الشباب. فتعليق حضرتك على ده ايه؟ بصي حضرتك، احنا اي مبادره بتتعمل علشان تعزز فكره المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر وايجاد فرص العمل للشباب وفرص لتوليد الدخل، اكيد احنا بنقف بجانبها وندعمها. فكره طبعا تطوير وتغيير الخطاب الديني بما يتناسب مع متطلبات الزمن والعصر علشان نقدر نوصل لشبابنا ولمجتمعنا كله طبعا. الرؤية الدينية السليمة الصحيحة دي حاجة مهمة وخطيرة جدا. لازم نعرف انه كل مجتمع في الدنيا بينجح او طريقه الى المستقبل والنجاح منور، يعني الدنيا اللي حواليه مش هتسيبه بسهوله، لازم تحط له العراقيل والمطبات اللي حضرتك قلتي عليها علشان مش عايزاه ينطلق، وخاصه انه يعني ممكن انت تتحول من دوله في العالم الثالث انك ممكن تبقى عالم اول. ما فيش حاجه تمنع ادام عندك الاراده والامكانيات والفكر والتخطيط، بس هي هتبقى المشكله انه الجانب الاخر هو اللي بيحط العراقيل عشان ما يسمحلكش بده. وبالتالي هنا الرؤيه المتكامله للرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما حضرتك ذكرتي في العديد من الجوانب والعديد من المشكلات المجتمعيه دي مهمه جدا، لانه الدوله هي المجتمع وهي الناس. فمهم جدا ان يبقى زي ما الرئيس بيعمل كده انه يشعر بنبض هذا المجتمع، يشعر بمشكلات هذا المجتمع، يشعر بمعاناة الناس فعلا، عشان يطرح قدامها كل هذه المبادرات اللي بتدفع بالأمر. هو ليه الرئيس بيعمل مبادرة؟ الفكرة في أنه أجهزة الدولة والمجتمع المدني اللي هم آليات التنفيذ على الأرض، لما بتلاقي الرئيس هو الداعم والدافع واللي بيدفع بهذا الأمر، ده بيدي للأمر المزيد والمزيد من الأهمية وانطلاق الطاقات وتخطي العقبات صحيح. عشان نحقق الهدف. هي دي الفكرة. وبالتالي هو الرئيس لما بيشوف كل فئة من الفئات اللي محتاجة دعم بتطلق ليها مبادرة مجتمعية كبيرة تقدر تحرك أجهزة الدولة كلها وتحرك المجتمع المدني معها عشان نقدر نحقق كل الأهداف اللي احنا عايزين نحققها لبلدنا في المستقبل. صحيح. من ضمن الحاجات الحلوة جدا اللي أنا شخصيا حسيت بيها وكتير من الناس موضوع الطرق والكباري يا دكتور، حاجة بصراحة عظم على عظم بصراحة، يعني في طرق كان الواحد بيطلع عينه خصوصا في القاهرة
الموضوع اتغير تماما. يمكن في بعض الناس اللي هم اللي يعني نصح التعبير اللي هم منملين، تحس ان هم موقفين في مكانهم ولا عايزين يتحركوا ولا عايزين بقى تتحرك. طب يا جماعه، ما هو الطرق والكباري والتطوير ده بيشجع الاستثمار وبيحرك الاقتصاد. يعني كلمنا عن الانجازات دي، وكمان من ناحيه الاسكان حي الاسمرات وغيره، وان احنا بندي للشباب فرص وبنديهم امل جديد، بدل ما انت تروح تدفع الارقام الفلكيه اللي بنسمعها، لا الدوله بتدي لك اسكان. طبعا هنا طبعا لا شك ان احنا كلنا شايفين بقى واقع، ما هوش حاجه بتتكتب في الجرايد او بنشوفها على الشاشه، ده واقع. احنا كلنا بنتحرك في الشارع وعلى الكباري وعلى الطرق دي، وبنسافر وبنتحرك. طبعا شايفين انه لا، في فعلا نهضه حقيقيه في الطرق في مصر، ودي هتفرق في حياتنا احنا كمواطنين. اولا هتخلي لك سهوله الانتقال بتاعك سهله، هتساعد لزياده الاستثمار لانه هيبقى سرعه نقل البضائع والتحرك سهله. صحيح. هتبقى دي بتساعد على انه لما بتبقى الطرق مبنيه بشكل علمي وسليم واخده مساحتها الطبيعيه، خلاص بتحجم العمران اللي حواليها، وبالتالي لازم يمشي هو كمان صح. يعني البنى والعمران اللي حواليها ما ينفعش بقى يخش وياخد من الطريق والحاجات اللي كانت بتحصل زمان دي. صحيح. فطبعا دي حاجه يعني كلنا بنلمسها، وكلنا شايفين انه فيها نهضه حقيقيه في بلدنا بنفخر بيها، وكل يوم بقى فيها جديد، لانه دي فعلا شريان مهم للحياه في مصر، لانه الانتقال ده هو عصب الحياه، واحنا 100 مليون، فطبعا الموضوع محتاج اهتمام كبير بالنقل والمواصلات. اكيد. الجزء الخاص بس بالاسمرات والاسكان سريعا، يمكن برضو اهتمام السيد الرئيس بتطوير العشوائيات في مصر، ده كان حاجه في منتهى الانسانيه، واهتمامه بانه الناس تعيش في مكان يليق بالمصريين، زي ما حصل ان بننقل الناس من المناطق الخطره والعشوائيه والقايله للسقوط، ونديهم في مجتمعات فيها كل سبل الحياه والتحضر الطبيعيه، تليق بيهم، تليق بيهم وتليق ببلدهم مصر. لا دي فعلا بنقدم فيها التحيه للرئيس ولبلدنا، ونتمنى دايما يا رب لبلدنا السلامه، ونعدي كل المشكلات والازمات على خير ان شاء الله. انا عندي مبادرات كتير وعندي حاجات كتير حلوه، لو الوقت يسعني هفضل اتكلم عليها انا والدكتور، واتمنى ان احنا ما نخلصش ابدا كلام عن انجازات بلدنا وان احنا دايما متقدمين. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، ممتنه جدا لوجودك معانا، وان انت جيت لنا مخصوص في ظل زمن الكورونا. شكرك. دكتور يحيى هاشم، استاذ علم الاجتماع، شكرا جزيلا. شكرا واتنورت بحضرتك. الله يخليك. بصوا يعني طلب صغير رجاء بقى، عشان عندنا حاجات كتير حلوه بتتعمل، فبدل ما نقعد نصلح فيها فاحنا نحافظ عليها عشان نبني جديد. اي حاجه حتى لو حاجه بسيطه، الاوتوبيسات الحلوه، الطرق الجميله، الحدائق، الانجازات اللي بتحصل حتى في المستشفيات، اي تعمير، الاسمرات، المدن الجميله، حافظوا على الحاجه. لو ما قدرتوش يعني تجملوها وتخلوها احلى، خلوها زي ما هي، ما تسوقوش استخدامها، او ما تسوقوش استخدام الحاجه اللي هي اصلا جايه لكم حلوه، عشان انتوا اللي هتستفيدوا بيها، وهتستفيدوا ان انتوا بدل ما تهدروا الوقت في الاصلاح، لا ده انتوا هتستغلوا الوقت في البناء. ويا رب دايما مصر تبقى اعلى برئيسها وجيشها وشرطتها وشعبها. لسه مكملين، فاصل قصير وعلى طول راجعين، استنونا.